الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله، ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما ومن بعدهما والمراء فيه كفر. يقول المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، لأن الواجب في مسألة الإيمان بالصفات أن تسلم لذلك وأن تؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى، كما كان السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم يؤمنون بذلك. ولا يقال في الصفات كيف، لأن الكيفية لنا ممنوعة. ولذلك لما دخل رجل على الإمام مالك فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك ورد عليه، وفي آخر الكلام قال: وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. ولذلك يثبت أهل السنة والجماعة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الواسطية. والكيف لنا ممنوع ومحرم أن نتصوره، لأن عقولنا قاصرة، فمهما تصورت ومهما تخيلت كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ومهما تمثلتها فهي ليست كذلك، ليست كذلك. نثبت لله عز وجل العين، ونثبت لله العينين، ونثبت لله عز وجل الساق، ونثبت له سبحانه وتعالى اليدين لقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. ولكن كيف ذلك وما هي كيفية هذه الصفات، هذا حرام، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، لأن الذي يحاول أن يعلم الكيفية أو يحاول أن يشكك في ذلك فهذا دليل على شكه في الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلماء: الكلام بالصفات فرع عن الكلام بالذات، فرع الكلام عن الكلام بالذات. فكما أن لله تعالى ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين أبدا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكذلك لله عز وجل صفات لا تشبه صفات المخلوقين. طيب، ثم قال المصنف المؤلف: والقرآن كلام الله
وتنزيله ونوره وليس مخلوقا. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. تنزيله أي نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة، نزل كاملا في ليلة واحدة وهي ليلة القدر. ونزل من السماء الدنيا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة منجما. ومعنى منجما أي مفصلا على حسب الوقائع والأحداث والأسباب، على حسب الوقائع والأسباب. ولكن هل لكل آية سبب للنزول؟ سؤال ليكم أيضا، أي آية لازم يكون عندها سبب للنزول؟ أي آية في القرآن؟ مين يعرف؟ هل لكل آية من القرآن سبب للنزول؟ طيفور، طيفور قال أيوة لكل آية سبب للنزول. يزول عنده كلام تاني؟ نعم، ما يشترط أنه لكل آية قصة معينة حتى تنزل كما قال المفسر. طيب، والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره. القرآن نور، لكن ما هي حقيقة نور القرآن؟ أي أنه نور للهداية يصطدع به في طريق العبادة للوصول إلى جنة الله، لكن مش نور كذا زي بتاع الموبايل البنور ده وبتاع الكشاف. في ناس بيعتقدوا كذا وده خطأ. في ناس بيعتقدوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نور باعتبار أنه يضيء وليس بشرا، فهذا باطل أيضا وخطأ. يقول لك يا أخي في قصة الآن بيحكوها لنا ولا الآن بيحكوها بعض الناس الجهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم في اثنين من الصحابة اختلف، واحد قال نور والثاني قال بشر. قالوا خلاص نشد لنا خيط في الشارع البيجيبي والنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قطع الخيط يبقى بشر، وإذا مر فوق الخيط وما تقطع يبقى مخلوق من نور. هذا كله باطل، ما في قصة زي دي أصلا. ولا شدوا خيط وقالوا مرة وما قطع الخيط فهو نور، ده رواه كلام باطل. لأن ربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله. طيب، قال والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. القرآن هو كلام الله، والكلام صفة من صفات الله، فلا يمكن للصفة أن تكون الصفة من صفات الله مخلوقة، فهو كلامه، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن لشيء من الله أن يكون مخلوقا، لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. كده قال وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بشنو؟ فليس بمخلوق. وده كلام متين جدا يا جماعة، يوافقه الشرع ويوافقه العقل. ما ممكن صفة من صفات الله تكون هي مخلوقة. ما هو الدليل على أن القرآن كلام الله وغير مخلوق؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقوله في كثير من آية القرآن قال الله، إذ قال الله، قال الله، فهو قوله، يعني هو شنو؟ كلامه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر هذه الصفة هم الجهمية. رأس المنكرين لهذه الصفة وغيرها من الصفات، رأسهم هم الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان ومن سار على نهجهم من المعتزلة والزيدية والشيعة والإباضية.
لكن رأس هؤلاء هم شنو يا جماعة؟ الجهمية، هم الجهمية. أما الأشاعرة فالجهمية أنكروا الكلام، صفة الكلام وصفة القدرة وصفة العلم، حتى ذي أنكروا. ولذلك كفر السلف أئمة هؤلاء، قالوا ذي الكفار عديد. ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو شنو؟ كافر عند السلف. الإمام أحمد بن حنبل لما ناظرهم في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد وجزء من عهد الواثق على خلق القرآن، سجنوه وحبسوه وضرب فيما يروى 1000 صوت، 1000 صوت. قالوا له بس ما تقول القرآن كلام الله، لا بد تقول القرآن مخلوق، لا بد. طيب، ومن القصص العجيبة التي أوردها العلماء، الإمام أحمد بحكيها قال لما مطلعين كلهم بيطلعوا يقلدوه ويرجعوه عشان يقول القرآن مخلوق. فلقاه واحد حرامي مساجينه يقلدوه، فقال له أثبت يا إمام، وقال له أنا اللص فلان، لص مشهور يعني على مستوى البلد اللص ده، خلاص. فقال له أثبت، قال له نحن بنثبت على الجلد والتعذيب في الحرام في السرقة، وأنت على الحق فاصبر. الإمام أحمد قال ده من أكثر الكلام شنو؟ هل كان ثبت يعني، وإن الله يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. طيب، الأشاعرة قالوا كلام عجيب خلاف كلام الجهمية والمعتزلة وكذا. قالوا القرآن من حيث المعنى من الله صح، لكن من حيث اللفظ مخلوق. يعني قالوا جزء من الصفة دي، جزء من هذا الكلام من القرآن، قالوا من حيث المعنى من الله، ولكن من حيث اللفظ مخلوق. الشيخ الفوزان قال فلهم يعني اجتمعوا مع الجهمية مرة واحدة في مسألة القول بخلق القرآن، ولا اجتمعوا مع أهل السنة مرة واحدة في مسألة أن القرآن كلام الله وغير مخلوق. فقال فيهم شبه من النصارى الذين جمعوا في عيسى الألوهية والإنسانية، فقالوا اجتمع في عيسى ابن مريم اللاهوت والناسوت، ففيه جزء من الإله وفيه جزء من الإنسان، فاتحدا فصارا عيسى، وبعضهم يقول إلها وبعضهم يقول ابنا لله وبعضهم يقول يقول. طيب، قال وما كان من الله فليس من مخلوق. أيضا مما من الآيات من الحديث الذي استدل بها الإمام أحمد في مناظرة من قال أن القرآن مخلوق، حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فقال له لو كان كلام الله مخلوق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة بكلمات الله، يعني بكلام الله، فهل يأمر رسول الله بالاستعادة بمخلوق ويترك الخالق؟ معلوم أن الاستعاذة بالمخلوق والاستعانة بالمخلوق شرك بالله، فحاروا جوابا وسكت. طيب، قالوا هكذا قال مالك بن أنس في مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله، ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. قال والمراء فيه كفر يعني المعنى من قال بأن القرآن مخلوق وقع في الكفر كفر. وقيل المعنى أن من جادل في القرآن برأيه وحمله كلامه براه كده بقى ينجر في القرآن، بعضهم قال أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد روي عن بكر الصديق أنه قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصل. ليه أخطأ؟ قال ولو أصل برضه مخطئ. ليه؟ لأنه قال على الله بغيره. هذا صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول كيف تكون معاملة السني
إذا وقع في خطأ دون البدعة والنصيحة وأصر على خطئه هل يعاقب معاملة المبتدئ؟ جم. أولا الله أعلم، إذا نصح عليه أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرجوع إلى الحق فضيلة، ومعلوم أن كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. فمن نصحه إخوانه وذكروه بقول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يرجع إلى الصواب وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الواجب هو قبول الحق. لكنه إذا لم يقم بهذا الواجب ولم يرجع، ينظر في الخطأ، إن كان مما يبدع به الإنسان فيخرج إلى البدعة، وإن كان مما لا يبدع به الإنسان فلا يبتدع، ولكن يكون عاصيا ويعادى بقدر ما فيه من معصية، ويوالى بقدر ما فيه من طاعة. أما لو ابتدع وخرج إلى البدعة فهذا صار مبتدعا ويعادى، لأنه خرج من منهج سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا مجاملة في ذلك، لأن الحق أحق أن يتبع، وعلى الناس أن يكفوا عن الهوى، وأن يقدموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مرضاتهم لأنفسهم وعلى أهوائهم، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك في قبرك ويحاسبك في آخرتك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعلى الإنسان أن لا يمنعه من قبول الحق لوم اللائمين أو نظر الناس إليه، أو حتى لو خاف من استخفافهم أو استهزائهم، عليه أن لا يمنعه ذلك كله من قبول الحق، لأن الحق يرضي الله. وإذا رد الإنسان الله سبحانه وتعالى فهو من أهل الجنة. والمسألة مسألة آخرة ومسألة دين، وليس فيها مجاملة لأحد. ثلاثة بس. سيقول: ما حكم الذي يقول بأن قول الصحابة ليس بحجة؟ فيه خلاف يا جماعة الكلام ده بين العلماء، ولكن الذي أعلمه من الراجح إذا قول الصحابي يكون حجة إذا لم يختلف معه صحابي آخر، إذا لم يختلف معه صحابي آخر ولم يخالف النص، فقوله يكون حجة. سأل يقول: هل أسامة بن لادن سلفي أم قطبي؟ وهل يعتبر مجاهدا أم خاليا؟ أفتى العلماء في بن لادن الشيخ بن باز في مجموع الفتاوى، في فتوى مسجلة بصوته رحمه الله تعالى موجودة على الإنترنت، والشيخ الغديان برضو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رحمهم الله، أفتوا بأن هذا الرجل مبتدع وهو ضال ومضل، وقد خرب في الإسلام كثيرا وخرب في المسلمين كثيرا. وهذه الأعمال التي يفعلونها ما يسمى بتنظيم القاعدة وداعش والخوارج والسرورية والتكفيرين وتكفير الهجرة، هذه كلها مسميات لشيء واحد وهم خوارج. هذه الأعمال التي يعملونها من التفجيرات والتقتيل للمسلمين وسبي المسلمات وبيعهن في الأسواق وفي أسواق النخاسة وتكفيرهم للحكام وتفجيرهم وخروجهم على الحكام المسلمين مهما ظلموا، هذا كله باطل، بل من أبطل الباطل، ودليل واضح على أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة، وإنما هم من أهل البدعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء أتباع منهج سيد قطب، هو منهج باطل يقول فيه بخلق القرآن بمنهجه،
ويسب الأنبياء كسبه لنبي الله موسى في كتابه التصوير الفني في القرآن وكتابه ظلال القرآن، وسبه لنبي الله سليمان ونبي الله داود في كتاب التصوير الفني وكتابه ظلال القرآن، وسبه للصحابة رضوان الله عليهم كسبه لعثمان بن عفان، وسبه لمعاوية، وسبه لأبي سفيان، وسبه لعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة. فمنهجه باطل، هذا الرجل منهجه خطير، وهو الذي دعا الناس إلى التكفير وإلى التفجير وإلى التقتيل. هذا المدعو سيقض، وكتبه تشهد عليه موجودة الآن في الأسواق، كتاب ظلال القرآن، كتاب معالم في الطريق، كتاب لماذا أعدموني، كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام وتصوير الفن في القرآن، غيرها من الكتب الباطلة الباطلة التي لا يجوز لمسلم أن يقرأ. سأل يقول سؤال مهم جدا، هل قال البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، وما معنى جملة لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما قال ذلك فيما أعلم، والإمام البخاري إمام من أئمة المسلمين، وكتابه الصحيح صحيح البخاري قال العلماء عنه هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقد تحرى به الصحة والدقة والضبط والعدالة وكل الشروط التي وضعها علماء الحديث في قبول الرواية. وبعد ذلك كله مع الأخذ بالأسباب قال ما وضعت حديثا في كتابي المسند إلا توضأت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى. فقال أيضا رحمه الله أحفظ 200,000 حديث غير صحيح و 100,000 حديث صحيح انتخبت منها كتابي المسند، يعني 300,000 حديث بأسانيدها، حدثنا فلان 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 كل حافظها في راسه بس عن ظهر قلب، اختار منا هذا الكتاب الذي فيه 4,000 حديث من غير المكرر، وفيه 7,563 بالمكرر على خلاف في العدد بالمكرر بين العلماء. لفظي بالقرآن مخلوق ذي قولة باطلة وموهمة وأنكرها العلماء، وبعضهم كان يبدع بها من سلفنا الصالح، هذا معنى. سؤال أخير، سيقول بعض الإخوة له معه ثلاجات وغسالات يعرضها في معرضه، ثم يأتي الزبون وينظر إليها ويتصل بصاحب الشركة ليخبره بأنه يريد ثلاجة بمواصفات كذا وكذا، ثم يقبض المبلغ ويوصلها له إلى منزله، هذا الفعل صحيح؟ ما فهمت القصد من السؤال، هل هو مثلا قال ده الفهم انه عنده معرض بتاع ثلاجات وحياة زي دي، بعدها بيجي الزبون يشوف في المعرض يتصل لصاحب الشركة هذا الزول العارضة ولا في زول ثاني كمان؟ إذا كان نظام مرابحة ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء اختلف فيها علماؤنا، شيخ العثيمين بيقول المرابحة ربا وتحايل على الشرع، قال فهي أشد من الربا العادلة، والربا ده يا جماعة أمر خطير جدا، الربا النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا 72 بابا، خلاص 72 بابا، أدناها مثل أن يزني الرجل بأمه أمام الناس، ده أدنى نوع من الربا جريمته مثل أن يزني الرجل بأمه أمام الناس في وسط الطريق، بمعنى الحديث في وسط الطريق أمام الناس. فالشيخ العثيمين يقول المرابحات كلها ربا وتحايل على الشرع، لأنه السلف قالوا حريرة بحريرة أو دينار بدينار بينهما حريرة، يعني بدل ما يديك 100 جنيه يسلفك لها بعدين تجي ترجع له 120، ده ربا واضح طبعا يزول العرض، بدل ما كده بيدخلوا بيناتهم حريرة يعني سلعة، يعني سلعة يمشي يشيل الفاتورة من بضاعة الثلاجات ده ويمشي لشركة أو لبنك، وما شرط المرابحة تكون مع بنك، أحيانا المرابحة بتكون مع شركات أحيانا مع أشخاص يكون عندهم قروش كاش متوفر عندهم، ف
فبيقوم بيودي له الفاتورة أو للبنك، يودي الفاتورة يجي الموظف بتاع البنك أو الجهة المعنية، فيجي يقوم شنو يشتروها للزول ده بمية، اشتروها من المالك الأصلي بمية، وبيبيعوها على الزول الآمر بالشراء الدائرة أصلا، يبيعوها له بمية وخمسين على أقساط. هم أصلا كان ممكن يدوا مية ورجع له 150، والبنك أصلا ما داير الثلاجة ولا داير السيارة، لكن هو داير الخمسين الفوق المية، فممكن يديك مية ترجع له 150، وده الربا الواضح. فعشان يفروا من هذا الوضوح دخلوا شنو؟ ثلاجة، سيارة، طيارة، هم ما دايرين السلع دي، البنك أو الشركة أو الزول داير ما داير الحاجة دي، هو داير الخمسين الزيادة. فهمتوا الحتة دي؟ عشان كده السلف قالوا دينار بدنانير بينهما شنو؟ حريرة، يعني حيلة من الحيل. فالشيخ العثيمين يقول من هذا الباب ربا وتحايل على الشرع ذاته، كلام كلام شديد. بعض العلماء الآخرين قالوا بجوز لكن بشروط، لكن الصحيح والراجح أنه بجوز. ليه؟ لأنه أغلب الآن الجهات اللي بترابح، وأنا أدري السوق تماما بفضل الله، خلاص وأعلم مدراء بنوك وشنو شركات بعرف كويس، خلاص أغلب بل الغالبية العظمى بيعمل المرابح، حتى الشروط العلماء اتجوزوا بها، الجزء من العلماء اتجوزوا بها شروطي، ما قعد يوفر ولا شرط واحد ولا شرط واحد، وبيلعبوا عليك وبيحتالوا عليك ويحتالوا حتى على الشرع. يقول لك عندهم شيخ موظفين معاهم بيدوا مرتب يفتيهم، حلال يا مولانا؟ حلال. تحية قربت طبعا، حلال طوالي، خلاص. وده كله باطل، وربنا بيسأله من هذا الباطل. فالأولى والأفضل بل الواجب أن المرابحة دي خليها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال هناك تسجيلات صوتية للألباني وابن باز يزكون فيها سيدكم، فما رأيكم؟ أنا سمعتها ما لكلهم لبعضهم، لكن دي قديمة، دي كانت قديمة، لأنه في البداية سيدكم ومنهج الأخوان المسلمين ما كان متضح، وأنتم تعلمون أن منهج الأخوان المسلمين منهج حربائي بتلون، قاموا شو محل أصفر بتقلبوا أصفر، محل أخضر بتقلبوا أخضر. عشان كده حسن البنا قال أيها الرفاق إن حقيقة دعوتنا صوفية، وجماعة سلفية، وحركة اجتماعية، وتظاهرة رياضية، وتجمع سياسي، يعني كده ملؤ تلوين شديد. فكانوا متلونين، لما يجوا السعودية بيعملوا فيها شنو؟ من أهل السنة. في مصر والسودان يعملوا فيها صوفية، في كل مكان يتلونوا حسب المكان، حتى لما يلقوا النصارى يخشوا معهم الكنيسة، وممكن بعضهم يلبس الصليب بالمناسبة، خلاص؟ فيتلونوا حسب البيئة، لأنهم يريدون شيئا واحدا، هو شنو؟ كرسي السلطة. وعندهم قاعدة هي الغاية تبرر شنو؟ الوسيلة، الغاية الكرسي مع السلطة، والوسيلة تبرر الغاية. طالما دار نصل نسوي أي حاجة. فلما مشوا السعودية قام يتلونوا في زمن الملك فيصل وكذا، تلونوا وعملوا فيها من أهل السنة. فده انطلع على بعض العلماء الأكابر، فأفتوا بأنه نازل كويسين أو كذا وكذا. بعد ذلك لما انقروا كتبهم، والشيخ ربيع كتب رد على سيد قطب وحسن البنا، وبين انه هذا بيشتموا الرسل، بيشتموا الانبياء، بيشتموا الصحابه، بيكفروا جميع المسلمين. سيد قطب قال ان قضيه وجود الاسلام اليوم هي التي تحتاج الى حل، ذلك لان المسلمين اليوم لا يوجدون، ما في مسلم. قال حتى الذين يؤذنون في المآذن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا تغتر بذلك. اتكلم انه البشيرية ارتدت ونكست، ها؟ قال هي معابد وثنيه، وقال دي معابد وثنيه، المساجد دي قال معابد وثنيه، ده كلام سيطب في كتابه ظلال القران، خلاص؟ فلما عرفوا العلماء الكلام ده وقروا عنهم افتوا، بعد ذلك بتلقى فتوى لابن باز نفسه رحمه الله الاخوان المسلمين وفي سيد قطب، قال ينبغي لكتب ان تحرق، ابن باز بصوت، وكذلك فتاوى كثيره للالباني، وقال فيهم شبه من اليهود والنصارى، وقال ليس صوابا ان يقال ان اخوان المسلمين من اهل السنه، قال لانهم يحاربون السنه. علماء الامه تقريبا من تزكيه على البدعه والمذمه، في كتاب زي ده نافع جمعين من فتاوى العلماء كلها، بن باز وثيمين والالباني وغيرهم. اي نعم، في هذه الامور الفتاوى الصحيحه، جزاكم الله خير، بارك الله.